اعمل صنف حلو جدا جدا، الكبده. واول ما بنذبح على طول الكبده اول حاجه بنستلمها كده وعلى طول عايزين ناكلها بالهنا والشفا. فالكبده النهارده هنعملها بطريقه حلوه جدا جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنعمل الكبده شيش، تعالوا بينا نشوف مقاديرها ونعرف هنعملها ازاي مع بعض. عندنا كيلو من الكبده متقطعه مكعبات الى حد ما كبيره شويه، وليه مكعبات، عندنا كمان فلفل الوان متقطع مكعبات وبصل مكعبات. تمام. التتبيله بقى بتاعت الكبده هتبقى عباره عن معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من عصير الليمون، رشه بسيطه من السكر، نص معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، وعندنا كمان معلقه صغيره من البهارات السبعه وملح وفلفل اسود. دي المقادير، ويلا بينا بقى علشان نشتغل. هنجيب بس بوله كده نبتدي نتبل فيها الاول الكبده. هنحط كل مكونات التتبيله اللي احنا قلنا عليها، الخل والليمون والزيت والملح والفلفل وكل البهارات والثوم البودر والبصل البودر، تمام، والكمون، كل حاجه هنحطها، ورشه السكر، رشه بسيطه بالشكل ده، وهنجيب بقى الملح والفلفل، الى جاهزه بتاعه الكبده. هعمل ايه دلوقتي؟ احط فيها مكعبات الكبده، والكبده من الحاجات الحساسه جدا اللي بتلقط على طول التتبيله، فمش محتاجين ان احنا نطول عليها وننقعها فيها فتره. بسم الله، اعتقد يعني نص ساعة تكفي جدا جدا ان الكبدة تتشرب من الكلام ده كله. طيب بعد ما تتبل وتشرب من تتبيلتها دي هنعمل ايه؟ هبتدي اخدها بقى بالتبادل في الستيكس مع اللية اللي هتديها طعم حلو جدا جدا. الكبدة من الحاجات اللي ما فيهاش دهون، فاحنا هنحط لها بقى اللية عشان تديها بقى الريحة والطعم اللذيذ. هبتدي بقى اخد زي ما بنعمل الشيش بالظبط، فلفل، عندنا فلفل الوان بقى، بصل، حط كده حتة من اللية، ويا سلام بقى لما تشويها على الفحم هتبقى فظيعة وتديكي بقى طعم فظيع جدا. بسم الله، ونكرر الموضوع. خلصنا كده أول ستيكس أهو معانا، هبتدي أرصه كده وهعمل واحد كمان عشان بس الفكرة تكون وصلت. طيب التسوية عندنا النهاردة احنا هنقدر نسوي بطريقتين، يا في الفرن زي ما انا هعمل دلوقتي وادخل الصينيه الفرن من غير ما اغطيها من غير اي حاجه، هتخش على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني لغايه ما الكبده تستوي، الكبده ما تاخدش وقت في التسويه، او اننا نشويها على الفحم، او اننا نعملها على الجريل على البوتاجاز نفسه على النار من فوق، زي ما تحبي وزي ما انت بتفضلي واسهل لك. يبقى الطريقة سهلة وواضحة جدا، والكبدة زي ما قلنا خلاص بعد ما بتتسيخ بالشكل ده على الشيش بتخش الفرن على طول على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني لغاية بقى هتلاقي اللية ابتدت تسيح وتدي طعم حلو قوي للكبدة، والكبدة كمان استوت وطرية وفي منتهى الجمال. الكبدة المشوية اللي في الفرن ده شكلها،